بلا خطية، متبرر مجانا بنعمته بالفدا. هللويا. في سفر الرؤيا صحاح 7 عدد 14 يقول: وهؤلاء أتوا وغسلوا ثيابهم في دم الخروف، لأجل ذلك هم أمام العرش يعبدون ويسجدون له نهارا وليلا، والجالس على العرش يحل فوقهم. انتبه، بيتكلم عن ناس جايين من الضيقة. يقول: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم في دم الحمل، لأجل هذا هم أمام العرش. كاتب الرؤية يوحنا الرائي رأى هذا المشهد العجيب لمجموعة من الناس القديسين الذين أتوا من الضيقة العظيمة. رؤيا 7 عدد 14 عدد 13: وأجاب واحد من الشيوخ: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيضاء من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. الشيوخ اللي واقفين قدام عرش الله، يوحنا الرائي دخل قدام العرش وشاف هذا المشهد، جمهور لابسين ثياب بيضاء، سعداء، فرحين، هاتفين، معظمين، ممجدين الله. فسأل الشيخ يوحنا، قال له: يا ترى المشهد اللي انت شايفه ده، انت عارف دول مين؟ يوحنا قال له: انا مش عارفهم، مين دول يا سيد؟ رد عليه واحد من الشيوخ اللي واقفين قدام عرش الله: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. الثياب، ما هي الثياب التي بيضوها وغسلوها بدم يسوع؟ ايه هي الثياب؟ الثياب هنا يا احبائي تمثل مظهرك امام الله، كيف يراك الله، هي دي الثياب، شكلك قدام الله. الله بيشوف الانسان الخاطي النجس، مظلم، معتم، هالك، ولابد من تدمير هذا الانسان. ده المظهر. إذا ثيابك قذرة، في نوعين من الثياب: ثياب قذرة مدنسة منجسة، وهناك ثياب بيضاء لامعة طاهرة كالشمس مغسولة بالدم. انت انهي ثياب؟ انت انهي واحد من دول؟ مظهرك قدام الله شكلك ايه؟ لابس ثياب قذره مدنسه منجسه، واقف قدام الله نجس، ولا انت واقف قدام الله لابس ثياب بيضاء طاهره لامعه كالشمس؟ يقول كده ان يوحنا عندما نظر بالروح وشاف هذه الشعوب جاية مغسولة بالدم، سأل: مين هم هؤلاء؟ قال له: هؤلاء أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف، في دم المسيح. ايه هي الثياب اللي غسلوها؟ مظهرهم قدام الله. الله بيشوفك ازاي؟ شكلك ايه لما بتقف قدامه بتصلي بتقول له: انت قدوس؟ هل ثيابك اتغسلت؟ واحنا وبنصلي الناس اللي مش مغسولين بالدم ما بيدخلوش معانا العرش النعمة، بيفضلوا بره. انت واقف بالجسد بس انت مش معانا، تلاقي نفسك قاعد على الكرسي تايه زي السكران، مش فاهم اي حاجة، الخطية دمرتك،
عندي خبر ليك حلو، حتى لو الخطية استنزفتك ودمرت حياتك اتغسل بالدم الليلة. هتقف ترقص وتسبح وتفرح، مقبول عند الرب، مغسول بالدم. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق العظيمة، غسلوا ثيابهم، بيضوها في دم الخروف، في دم الخروف. خد من الدم وبيض ثيابك. الثياب هنا شكلك قدام الله. ساعات لما تقع في خطية كده تبقى خايف من ربنا، وتبقى أصابك الخزي والخجل، وبتختشي كده من ربنا، وخايف ومرعوب من ربنا، ومش قادر ترفع وشك أو تحط عينيك في عين الله، فتهرب من الله، لأن الله قدوس. ما يقدرش أنت تبقى نجس واقف قدامه، أقصد بالنجس يعني الشخص الخاطي في نظر الله نجس. تقف قدام الله ما يحجب وجهه، ما يتقش الرب يشوف واحد خاطي. طب إيه الحل؟ الدم. ترش الدم يشوفك طاهر، لأن لن تغفر خطاياك بدون سفك الدم. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. أوكي، غسلوا ثيابهم في دم الحمل. في نوعين من الثياب، في ثياب قذرة وفي ثياب بيضاء طاهرة. في زكريا، افتح معايا زكريا 3. بالمناسبة هؤلاء الناس نالوا هذا الامتياز العظيم، أن يتواجدوا أمام العرش بثياب بيضاء مغسولة نظيفة طاهرة. كلمة الله استخدمت مصطلح الثياب علشان تفسر لينا أو تكشف لينا المظهر، ظهور الإنسان في عين الله. مظهرك في عين الله شكلك إيه؟ ثيابك قذرة ولا ثيابك مغسولة؟ زكريا 3:4، زكريا 3:4، لما وقف أقرأ من عدد آية وعدد 1، وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثياب قذرة واقفا قدام الله. يهوشع لابس ثياب ايه؟ قذرة. منظره قدام الله ايه؟ لابس ثياب قذرة. منظره قدام الله قذر، ولانه لابس ثياب قذرة الشيطان عن يمينه. الشيطان يسكن في النوع ده من الناس، الناس اللابسين الثياب القذرة. كان الشيطان عن يمينه. فأجاب، خدوا بالكم، الثياب قلنا دايما في الكتاب هي مظهرك قدام الله. مظهرك في عين الله شايفك ازاي. هذا او كلمة الله تكشف لنا ان هناك ثياب قذرة كان لابسها هوشع. فأجاب وكلم في عدد 4 الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. الرب قال للملائكة ايه؟ لما لقى هوشع واقف قدامه في محضره بثياب قذرة، قال له انزعوا عنه الثياب القذرة. الرب الليلة سينزع عنك الثياب القذرة. هيبقى شكلك جميل قدام الرب، شكلك طاهر. كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيب. هتسمع الكلمات دي بيقولها لك الرب: كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيب. ده ما تتغسل بالدم يراك الرب بكامل الجمال، طاهر مقدس.
فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنا اسمك، قد أذهبت عنك اسمك، وألبسك ثياب مزغرفة، ثياب الخلاص، ثياب بيضاء طاهرة مزغرفة بالدم. ربي بدل ثيابك، عندما تؤمن بالدم تتغسل بالدم، تتبدل ثيابك، تخلع ثياب القذرة، ثياب الخطية، وتلبس المجد والقوة والعظمة، تلبس يسوع المسيح ثياب بيضاء طاهرة ليس فيها دنس ولا عيب. الدم ليس بلا دم، ليس بلا دم. ربي ينزع الثياب زي ال 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 القديسين اللي اتوا من الضيقة العظيمة، غسلوا ثيابهم القذرة في ايه؟ في دم الخروف. لأجل السبب ده هم أمام العرش فرحين، متهللين، مسبحين، شاكرين الرب. سر دخولهم للعرش هو الدم. هتبقى برا عرش النعمة واقف بتصلي مفصول عن الله إذا كانت خطيتك عليك، لكن عندما ترش الدم تدخل العرش، يلمسك الرب، يغسلك الرب، يطهرك الرب، يكون لك سلام وأمان، لك سلام مع الله، لك سلام مع الله، مش عدو لله. نعم، باسم الرب يسوع لنا سلام مع الله. المصالحة تمت بالدم، لأن الإنسان في العهد القديم كان عدو لله، كان في عداوة بين الناس والله، لكن يسوع المسيح بدمه صنع الصلح بين الله والناس بدم صليبه. مفيش مصالحة على الله بدون الدم. الناس فاكرة أن المصالحة مع الله هي بالأعمال، لأن أنا أروح ومش عارف أعمل حاجات، لا، الدم. غفران الخطية أحبائي الدم.